سؤالك لها العنيزة. سؤال ثاني، طبعا عنيزة غنية بالمثقفين والأدباء مفكر والعلماء ما شاء الله، ودنا والشعراء أيضا نبغى نتعرف على الأسماء عشان الجمهور يستفيد. فعلا الشعراء مشاهير عندكم كأدب قديم، لكن من أبرزهم ابن صالح رحمة الله عليه، الشيخ صالح الناصر ابن صالح هو اللي مؤسس التعليم النظامي بعنيزة القديم، وأخوه عبد المحسن، وحتى شاركهم الله يرحمهم جميع عثمان أخوهم الصالح ما شاء الله. وبعدين واجد كثيرين هم عندنا، عندنا من المعالي الله يرحمه الشيخ عبد العزيز الخويطر، عندنا طول عمرك، ومن أبرزهم عبد الرحمن البطحي كذلك، واجد كثيرين والله، ما يعني يمكن أعد واحد وانسى عشرة رحمة الله على الأحياء والأموات من جميع المسلمين. آمين آمين. أي والله. وطبعا من أبرزهم العلماء الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، الشيخ صالح العثمان القاضي طبعا قاضي هذا قضى، الشيخ محمد العثيمين، وطلبتهم واجد رحمة الله عليهم. ما شاء الله. الشعراء ما في شك منهم إبراهيم السبيل، منهم طول عمرك واجد، صالح العثيمين، صالح أحمد العثيمين رحمة الله عليه، أي معروف، عبد الله الحمد السناني، متوفين ذولا كلهم رحمة الله عليهم، وأيضا ما منجود عبد العزيز السناني، عبد العزيز عبد الله السناني الله يطول بعمره موجود، وحمد المغيولي شعراء شعبيين، وعبد العزيز البادي، وعبد الله العلي ورحمة الله عليه، أي وسليمان السلامة هذا موجود ذا، وفيهم كثير أيضا، ومحمد بن حسن برضه هذا حق الردية، هو شعراء شعبيين، وفيهم الكثير يعني آسف يعني أدعو أرجو من يسامحوني إذا نسيت أسماء بعض. لا معذور معذور. أيوة عيوني كلنا ولا كثير رحمة الله على الحياة وطول أعمار الحيين إن شاء الله على طاعة. وعندكم عاد السامري، سامري عنيزة. إيه ما يحتاج ما شاء الله. أيوة. يجوب كافة مناطق خيبر. أبو الوليد يحب السامري مخاوي. أيوة. هو جزاه الله خير مخاوي. لا خواتم وساعات وكبكات كلها مخاوي. أبو راشد أنت قلت ذا السامري ما هو بحق هذا الحوطي، هو اللي عندنا، هو اللي طلع اللي والله أنه الحوطي حق السامري، ولها فرقة عنيزة فيها فرقة سامري، وفيها إيه فيها عدة فرق يا مخرجنا، حطوا رقم أشياء ثانية مثل غير، لكن السامري والحوطي هنا المشهورات عندنا. حطوا رقم الصبايا كوفي مرة ثانية، والله ناس ترسل لي يقولون نبغى رقمهم بس فقط للواتساب. طيب في اتصال معنا، شوف مخرجني حبيبي حق باند الصوت، شغل لي الاربيس مع صوت المت